فندق الجميرة بشوف معرض المستشفيات واصور لكم اياه. ترى اليوم مباشر وبس الاربعاء والخميس المعرض شغال، اليوم الاربعاء وباكر الخميس. مثل ما تشوفون كل بوث لمستشفى مختلف. هذا مثلا عندنا برجيل، مستشفى جاي من ابوظبي، مستشفى مشهور في العلاج الطبيعي وكذلك في العظام. عندنا هنا طبعا معروف دار الشفاء، دار الشفاء بالكويت، ولكن دار الشفاء عنده كولابوريشن مع مستشفى الامريكي التايلندي هنا، وجايبين من المستشفى الامريكي التايلندي اعتقد قالوا اليوم اربع اطباء موجودين. مساعد سولف وياهم، قالوا بالاوعيه الدمويه، دكتور خاص في العظام، دكتور، يعني اربع اطباء موجودين هنا وقاعدين هناك يجتمعون مع المرضى، يجتمعوا معاهم شنو تبي، شنو تحتاج، شنو كذا، هذا ممكن. ثانك يو، شكرا، الله يجزاك، تسلم. دار الشفاء حلو، عندهم حتى بحسابهم بالانستغرام حاطين جدول للاطباء، يعني هنا عندهم ما شاء الله اربع اطباء من المستشفى الامريكي اللي في تايلند او يسمونه البومغرات الدولي، وكذلك عندهم كولابوريشن مع مجموعه مستشفيات من اسبانيا، يعتبر من اقوى المستشفيات في اسبانيا، خاصه في يعني بعيد الشر عنكم الكانسر او السرطان، خاصه في امراض اللاعبين. يعني اصلا المستشفى هذا هو نفسه اللي في برشلونه او في نادي برشلونه، اللي هو الاصابات الرياضيه وغيره، اصابات الحروق وخلينا نقول او التجميل التعقيديه وغيره. لان دار الشفاء نفسه عندهم ما شاء الله اطباء متخصصين عند العلاج الطبيعي، عندهم قلت لكم جدول بالانستغرام تشوفون من الاطباء اللي موجودين تبع دار الشفاء، ممكن تقعد وياه وتسولف مباشره عن حالتك. او اذا انت تتكلم عن مثلا في تايلند، ممكن اذا الدكتور متخصص نفسه اللي تبيه موجود قدامك، او ممكن بكل بساطه تقعد معاهم تقول يبا هذه تقاريري، انا مثلا احتاج، مثلا هل احتاج عمليه ما احتاج عمليه، يقول لك عطنا رقم تليفونك، عطنا التقارير، خلاص توكل على الله. مجرد ما تروح البيت ممكن بنفس اليوم او ثاني يوم بالكثير يدزلك تقرير فيه شنو الخطه العلاجيه، او كذلك يدزلك حتى تفصيل التكلفه بالضبط، شنو تحتاج، الدخول بكم، الام ار اي او الرنين او الاشعه الفلانيه، هذا سعره. هذا مستشفى مشهور جدا في تركيا، مستشفى او خلينا نقول 24 مستشفى، مجموعه مستشفيات اسمه اجي بادم. المستشفى هذا متخصص بموضوع الكانسر، هذا على فكرة ترى يرسلون لوزارة الصحة الكويتية أمور العظام، أمور الكانسر، العلاج الطبيعي وغيره. مستشفى معروف جدا ترى على فكرة، مو بس بتركيا، هم مجموعة مستشفيات 24 مستشفى، منهم خمسة في أوروبا والباقي في مختلف ولايات تركيا، وطبعا في إسطنبول. المعرض مليء ترى بالمستشفيات، هذا كلها او كل بوث مثل ما تشوفون مستشفى مختلف، اللي من تايلاند، اللي من الكويت، اللي من هذا مستشفى مثلا اسمه ويتش تاني في تايلاند. خلينا نعطيكم مثال. السلام عليكم، عسى ربي يقويكم، استريح. اهلا وسهلا، يا هلا مرحبا، شو اخباركم؟ عسى اموركم طيبه. اللي الحين معاه تقرير مثلا، شنو ممكن تفيدون؟ الحين انا جيت مثلا المستشفى ما شاء الله متخصص في شنو او مشهور في شنو مثلا؟ هو متخصص طال عمرك في خلق ومبارك. لا ابد ابد، خذ راحتك. هو متخصص اول شيء بالعظام والاعصاب. العظام والاعصاب. مستشفى ويتش تاني. حلو. حلو. اذا انا ابي اتكلم عن مريض جاء معاه تقرير عظام. شنو ممكن تفيدونه؟ احنا ناخذ اول شيء التقرير. حلو. نمشي في مطايف عليه 6 شهور. التقرير يعني حديث. حديث نعم. مجرد ما يقدمه نعم. شو الاجراء؟ ناخذ الاجراء، ناخذ التقرير وناخذ لنا صوره الجواز، نفتح له ملف، نعرض التقرير على الدكتور المختص. حلو. بعد ما يشوف التقرير المختص يعطيه مثلا مده الاقامه كم يحتاج، مثل تايلند. تقصد خطه علاجيه؟ خطه علاجيه. وترد لي عليه بالايميل ولا واتساب؟ الواتساب او الايميل على حسب التعامل الشخصي. ممتاز، بيض الله وجهك. اذا اللي يجي هني معه تقرير حديث يشوف المستشفى اللي يبيه، يعطيه التقرير والجواز وكل شيء، وينتظر الرد كامل بتفاصيله، بالتكلفه، بالخطه العلاجيه. المعرض متنوع، مرات ما قادر اصور لان ما شاء الله بعض العوائل قاعدين هني وهني وهني. المعرض متنوع فعلا، المعرض بس انا اللي صدق حريص عليه، اللي وده يجي ترى اليوم مباشر بس، يعني اليوم الاربعاء وباكر الخميس وبعدها كلهم هذول يتوكلون على الله. اليوم لغايه الساعه 8 بالليل، باكر الخميس من 10 صباحا الى 8 بالليل، وكلهم يتوكلون على الله. بعضهم فعلا جايبين اطباء من المستشفيات هناك، بعضهم جايبين مثلا اداره العلاقات العامه من المستشفيات هناك عشان يتابعون.
بعضهم شو مسوين؟ يستقبلون منك التقرير وبنفس الوقت المستشفى هناك مثل في فريق بالمستشفى هناك فاتح فمباشرة تقريرك يندز ويعني خلينا نقول بنص ساعة ساعة ساعتين يرد خبر. ف يعني ما شاء الله الكل موجود هنا، في اللي يرد عليك ثاني يوم، في اللي لا يرد عليك بعد فترة. فكل المستشفيات تركيا تايلاند حتى الأردن أبو ظبي والإمارات في أكثر من مستشفى، والكويت ما شاء الله شفت مستشفى السام دار الشفاء وغيرها من المستشفيات. وينادون أحمد، أحمد هذا أحمد، أحمد ما شاء الله تبارك الرحمن متخصص في مستشفيات تايلاند. صحيح. نقدر نقول ممثل مجموعة مستشفيات في تايلاند. صحيح. مثل عطني اسماء ولا أمريكي ملكي، عندك ملك العظام، عندك التخصص العالمي، في كثير مستشفيات. زين شلون ممكن تفيد اللي ناوي علاج أو فحوصات في تايلاند؟ اي حدا بده يجي نحن ممكن نوفر له حجز مواعيد، استقبال المطار، كل الخدمات اللي يحتاجها، حتى بالامور السكنيه ممكن نساعده بهالامور. استفسارات الحين لو واللي يحتاج استفسارات قبل ما يجي في امراض تحتاج أكيد. لا يعني ابي شيء مباشر، مثلا اقدر ابعث لك واتساب اكيد تقرير عظام او قدم سكري او بقول لك الدكتور بعث لك السي في تبعه وبعطيك خطه العلاج التكلفه كل شيء. وتقدر تعطيني خيارات لاكثر من مستشفى؟ اكيد في حالات لانه بتكون لازم في بيكون دكتورين، يعني لازم نتواصل مع اكثر من دكتور. احتاج رقمك او اي تفاصيل او عندك صوره او بوست موجود معكم على سناب وعلى الواتساب. الله يجزاك. وسنابك، وسناب بحط سناب وبحط رقم التليفون وتفاصيل الشركه. هي شركه رسمية في تايلند، طاقمها كله عربي، متخصصة بالأمور العلاجية. صحيح. تربطك ما بين هي تكون حلقة الوصل ما بينك وما بين المستشفى، لا وما بين الدكتور بشكل مباشر، بحيث أن تتابع أمور. والحمد لله بفضلكم الوحيدين اللي قدرنا نوصل لهون ونيجي نتشرف فيكم. الله يوفقك ويبارك لك حبيبي. فرصة سعيدة. أهلا وسهلا. اخونا ابو عبد العزيز، انا شايفكم مساعد ترسلون تقارير بشكل مباشر. احنا قاعد نستلم التقارير، نرسلها للمستشفى هناك في طاقم دكاتره هناك يشوفونها خطه علاج. يعني ممكن الرد يجي بعد شوي؟ ممكن خلال ساعات ردينا على مرضى. ممتاز. خطه علاج مبدئيه، يدرس عمليه يشوف قرر يسافر، احنا نرتب له موعد ثاني يوم وصول مع استقبال المطار. حلو. جميع خدمات التنسيق والتوصيل. حلو حلو. زين اللي يبي يسوي تشيك اب كامل ما عنده؟ التشيك اب متوفر على حسب طبعا العمر، وهذه اسعاره. هذه اسعاره. هذه اسعاره بالعمله التايلنديه. طبعا التشيك اب ياخذ الرجل غالبا نفس اليوم، والمراه تحتاج يومين حضور صيام. يومين فقط. يومين فقط حضور صيام 8 ساعات، وجميع هذه كل التحاليل هذه تتم. سرطان الكبد، يعني بشكل عام كل هذه الفحوصات تتم حسب العمر، اللي تحت ال 40 له عمر وفوق ال 40 له عمر. ما ادري صراحه الاسعار، اعطني نبذه مثلا نقول الوسط مثلا 20,000 كم؟ 20,170 دينار. 170 دينار. 170. هذا المتوسط، يعني في اقل وفي اغلى شيء 27,000. 27,000 اللي هي الامراه. هذه 27,000 اللي تحت ال 40 يعني ما يعادل 230، وفوق ال 50 37,000. يعني اغلى شيء قصدي ب 230 دينار. اغلى فحص. اغلى فحص فوق ال 40 فوق ال 40 سنه قصدك عمر؟ فوق ال 50 سنه. يعادل 320 دينار. قواك الله يا حبيبي. الله يرحم والديك. ما شاء الله تبارك الرحمن. انا صورت فيديو مثل كل سنه، لان اتذكر سنه طافت لما صورت فيديو انه ترى في معرض الناس ما تدري، فتبارك الرحمن الفيديو منتشر بشكل قوي بالواتساب. فتقريبا كل ما جيت مكان وسالم الله يجزاك خير، احنا شفنا امس فيديو هو كجينا، لان يا اخي حرام معرض مثل هذا للاسف بس مدته يومين بالكويت، فالناس تمر وما يدرون، وبعض الناس تصدق يبون بس ان مثلا يقدمون تقريرهم يسمعوا يبون رد. انت هني تقدر تقدم على 10 و20 مستشفى واسمع الرد واللي يجوز لك تروح له. هني ما شاء الله مستشفى اسمه بياويت، انتم وكلاء هني او ممثلين؟ ممثلين مستشفى بياويت في الكويت، وانا ممثلها في بانكوك في الكويت. حلو. قلت لي مساع مشهوره في قدم السكر. ايوه، المستشفى الاولى في علاج قدم السكر والبطن. الله يقويكم ويوفقكم يا رب. اسم المستشفى بياويت، يمكن الناس تعرفه في تان. شكرا. هني ما شاء الله مكتب متخصص في او خلينا نقول ممثل المستشفى البريطاني العالمي، هو مستشفى في تايلاند، يعني خلينا نقول اشهر ما يقدم اللي هو
مقدم السكري عنده هني. قلت لي ابو محمد ابو احمد قلت لي الدكتور بي هذا مشهور في القدم السكري. حلو حلو دكتور. الله يقويكم ابو احمد. انتم موجودين هني بالمعرض اليوم وباتر اليوم وباتر. لا الحلو ان حتى لو انتهى المعرض بكره انت ابو احمد نفسك موجود هنا ودائم تمثل المستشفى. ابى احط بعد اذنك وسائل التواصل معك للي عنده استفسار سواء لحق جاب المعرض يا مرحبا، اذا ما لحق يتواصل معك. الله يجزاك خير وفي ميزان اعمالك ان شاء الله. الله يجزاك ميزان اعمالك يا حبيبي. الله يرفع قدرك. موفق موفق. ساعة المبارك. هذا نفس الدكتور هو اللي عالجك انت؟ بيسك اللي عالجني. اسمه شنو؟ بروفيسور بيسك. بيسك تخصص بروفيسور وجراح حوية دموية انجيو باي باس الشريان الصناعي والقسطرة وقدم السكر. اها معقدة متخصص بالانجاز هذا المريض 20 سنة ما عدا قدر يعالج. الله اكثر من 12 عمليه راح كل مستشفيات تايلاند 12 عمليه بقطر ما حدا قدر يعالجه. هذا الاستشاري استشاري بيسك اهم واحد اسمه عارف. بيسك بيسك في اي مستشفى موجود بالمستشفى التخصصي مستشفى ميد بارك التخصص. الله يقويكم. طبعا انت احمد انا حطيت مساعد حسابك فاللي تحتاجونه ان شاء الله. شكرا 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 شكرا. تسلم تسلم. مساعد مبارك ابو عبد العزيز. اولا الله يجزاك خير ابو عبد العزيز. معرفته في تايلاند بدت بقصه علاج وسبحان الله ربي وفقه وعسى ربي يتمم ان شاء الله شفائك. لكن الموضوع كبر واصبح فعلا عنده مركز هناك في تايلاند يتابع فيه المرضى مو بس مرضى وغيره يعني فروم اي تو زد. بيروح تايلاند ويبي يرتب اموره وعبد العزيز موجود. اذا تسمح بحط سنابك. اي بالله حط سنابك. سنابه شنو؟ سناب اصلا اسالني عن تايلاند. اسم سناب اسالني عن تايلاند وهو ما يقصر ان شاء الله. يا سلام على الجو. الجو جبار جبار. المعرض موجود هني في فندق الجميره اليوم مباشر. انا عن نفسي احب ثقافه المعارض واحب اني امر واشوف واسال واجد. اسال اسال. فانا اقول اللي عنده يعني شيء يبي يستفسر عنه او بيشوفه مر واسال بدال الواحد 10 واللي ربي يسر لها ان شاء الله بيمشي. برد حيل مو شوي.